اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء. لا احنا مزيكا جميل ولا مزيكا تحدي العمق. صديقتنا الجميله من ضحايا شر الاطفال معاناه كبيره تعيشها صديقتنا الجميله، لكن بقوه ارادتها وعزيمتها واصرارها على النجاح بتتحدى كل صعب، بتواجه الاعاقه بكل شجاعه، تخرج للحياه باراده قويه. أصدقائنا من سوى الولادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم، بيحاولوا يثبتوا لنا كل يوم إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس جسد، وإن مهما واجهوا من صعوبات وتحديات بقوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها وقادرين على مواجهة كل صعب. أصدقائنا من سوى الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم، ثقتهم بنفسهم وإيمانهم بقدراتهم الخاصة.